منطقة رجم حديد النواب ضباط. طبعا صار لها أكثر من 20 سنة المنطقة لا خدمات، لا تبليط ولا شوارع ولا أي خدمات ما بيها. بس قبل 10 أيام زارنا سيد المحافظ الله يحفظه ويبارك فيه، وفوت الآليات على المنطقة مباشرة وبالعمل، ونشكر سيد المحافظ محافظ نينوى على العمل وعلى المباشرة بالمنطقة، هو والسادة الأساتذة الدوائر الخدمات أبو المجاري أبو الكهرباء أي يشتغل أبو البلدية. هاي صار أزيد من 20 سنة هاي المنطقة متروكة، ما حد جاها ولا حد زارها أبد، ما حد جاها ولا حد دحك عليها خدمات، كل شيء ما كان بيها أي خدمات ما تصلها. كان البداية نشكر قناة الموصلية، هاي القناة السباقة في نقل معاناة المواطنين ونقل أهالي محافظة نينوى، ونشكر السيد المحافظ الأستاذ عبد القادر الدخيل الذي أوفى بعهده لإيصال الخدمات إلى هذه المنطقة المحرومة المعدومة من الخدمات، رغم مراجعاتنا المتكررة سابقا، فأوفى بعهد بإيصال كافة الخدمات من مجاري وشبكات ماء وكهرباء وتبليط إلى هذه المنطقة، والجهد الهندسي مستمر حاليا بالمنطقة. كما نشكر كل من ساهم من أعضاء مجلس المحافظة وعلى رأسهم السيد هشام الهاشمي الذي أبدى مساعدة في هذه المنطقة، ونشكر المختار اللي دائما هو يتسباق في خدمات المواطنين هذا. ومثل ما تشوفون انتم الجهد الهندسي مستمر، والسيد المحافظ فتح مكتب له في هذه المنطقة، والمكتب صار له اكثر من شهرين ودام يوميا في ايصال خدمات واوفى بعهد يا السيد المحافظ، ونشكره على هذه المبادرة الطيبة، ونشكره على هذه الالتفاتة الطيبة لهذه المنطقة. كما نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظ العراق وأهله ويدوم الأمانة في ربوع هذه البلاد.